كلمة المهارة، وفي بعض المحافل استبدلوها بكلمة أخرى وهي في نظري كلمة لا تليق بهذا الشأن، وهو تعليم القرآن الكريم، ألا وهي كلمة التميز. فكلمة التميز هذه كلمة لا تليق عندي أنا بمقام تعلم القرآن وتعليمه. والكلمة التي هي وضعت لهذا الشأن هي كلمة المهارة، ذلك لأن التميز دائما فيها نظر إلى الغير ليتميز عن غيره، وكلمة المهارة فيها أن ينافس الإنسان نفسه، فهو في نفسه يطلب البهارة ليرتقي في هذا العمل.